سي محمد مرحبا بك على مقر نادي بزرتي. وبيك عايشك مرحبا بك. تفضل سي محمد زيان نوفو ديريكتور تكنيك في نادي بزرتي. نوفو صحيح ربما بعد شهرين خدمه ما عادش جديد. الحمد لله هذه مسؤوليه كبيره. ديما نرجع بالشكر ديما المسؤولين اللي عطاونا ثقه اللي هي فريمون ستين ايتاب جديده باش نغزر اللوطة بعين كبيره وان شاء الله نكونوا في مستوى المسؤوليه هذه. لي بروجي وهدف سي محمد زيان كديريكتور تكنيك في نادي بزرتي. اكيد الاهداف نتاعنا ربما مش جديده، ماهيش في شخص المدير الفني جديد، لكن تنبع من المشاكل اللي عشناها العوام اللي فاتت. ان شاء الله المشروع نتاعنا اليوم تطبيقه يكون سهل، ما نقول سهل ما نقول ممكن في ظل التحسن نتاع الانفراستركتور اللي كانت مشكله كبيره بالنسبه لينا. باش نخدموا بالطبيعه على الكاليتي اليوم كيما السينيور نتاعنا ما شاء الله تعديت الكاليبر كبير، موضوع سويفر بالنسبه لينا لازم نحطوا زاد البروجي نتاع لي جون في السكه الصحيحه. باش نخدموا على الكاليتي دونك توسكي تكنيك توسكي تكتيك توسكي نوفوتي سور بلون فيزيك اي فيزيولوجيك لازم ندوا لي امبليكي في الكلوب نتاعنا. اليوم زاد لي جون عندنا ريبيوتاسيون كبيره في تونس الكل وندوا كونسوليدي الفكره هذيا. وعندنا حاجات نحبوا نخلقوا من الاستاد البصيري ما نقولش ان كومبلكس، مي نقول الليو اللي لي زونترينمون تكون فيه، لانفيرميري تكون فيه، لا ميسكولاسيون تكون فيه، الماكله تكون فيه، باش يكون هذاك اللي دايرين به لي زيتابليسمون سكولير وتعرفوا كلهم دي ليسيان الملاعبيه نتاعنا. اون اسي باش نخلقوا امبيونس فيها راحه للملاعبي، فيها راحه للمربي ولا المكون بطبيعته، والكلوب زاد اقل مصاريف بالنسبه لنا لكل شيء سور بلاس، اون دو انتيغري سور بلاس كل شيء، يزينا من ليسال دو موسكولاسيون البرا بالفلوس، ويزينا من الماكله البرا بالفلوس، ويزينا من الملاعبيه اللي تجي على ساعه الصباح من 7 ل 8 متاع الصباح من راس الجبل لازمها تكون 5 متاع الصباح. اون سي مع العلم اللي مشروع الوزاره ربما اللي بالكش يتم فيه تراجع على حكايه الاربعه متاع العشيه الناس الكل، احنا شادين فيه صحيح خاطر سيتي ان بوان بارمي لي بروجي نتاعنا، ان بوان بريمورديال. نسقنا مع ليزيتابليسمون القراب هذو اللي باش نمشيو في البروجي هذاك افيك دي كلاس سبور اللي ولادنا الكل يكونوا كامل الاربعه نتاع العشيه كل يوم باش نمشيو يزينا من الساعه غير بون اونترينمون في نص النهار وفي الناظور خمسه دراج. ان شاء الله نمشيو للبلان اللي كان ناقصنا العوام اللي فاتوا. دايور لي كلوب نتاع تونس سيرتو لي كلوب افريكان والاسبيرونس والساحل كيف كيف ما فايتينا كانوا في لي جون كان بالورير نتاع الخدمه اللي يخدموا سيزون سيونس بلان ساعه ونص تخدم والساعة وساعتين غير بعد تخدم. احنا لهنا كنا نخلطوا اون روتار بالنسبة اليوم خاطر السيونس نتاعنا كان ديما قصيرة ديما فيها مشاكل من النوع هذا. وان شاء الله لقينا دعم من المسؤولين نتاعنا باش يمشيوا معنا في البروجي هذايا. ان شاء الله الشيء خير وكو. بعد أكثر من شهرين في نادي بنزرتي شنو هي الحاجات الإيجابية اللي لقيتهم؟ شنو هي النقايص؟ أكيد الفافور الأولى ساعة بالنسبة لي اللي حسيت بها في الشهرين هذوم اللي كل حاجة طلبتها لقيتها. هما باش تدخل على بروجي يا اما تلقى الباز اللي فما سوتيان من الناس الكل، نقول الناس الكل يعني لي ريسبونسابل نتاع الكلوب، ستاف تكنيك فيدو، الاداريين، هما الحاجات الامين المال، الحاجات اللي حبيناهم لقيناهم باش ما نمشيش للاشخاص، مي على الاقل توا في لي دو موا هذوما قاعدين نحطوا في الكلوب في السكه الصحيحه، لي جون الكل اليوم سونز اكسبسيون بالكول سي بالمينيم سي كلهم يترناو في البصيري لهنا. وطالبين شويه وقت برك يسوفي بدات لي كومبيتيسيون توا ميكال راك تشوفوا الدوزيام جورني هذه يسوفي بدات الكومبيتيسيون اوفيسيال حاولنا ترى وجه جديد لي جون ونخلقوا كل الامبيونس نتاع البصيري هناك الجمهور الكبير اللي يجي يتفرج في لي جون ويعرفهم واحد واحد. ان شاء الله التراديسيون هذه سورتو قعدت كان الميديا مهمتكم انتم هذو لي زافيش نتاع لي ماتش كل جمعه فهمتي المعلومه انتم في لي سيت تهبط لهنا احنا ما نسيبش نعلقوا المعلقات اما اليوم باش نمشيو اكثر من هيك حب المعلومه توصل للعباد في ديارها. الفيسبوك ما وسيله البرة معلقات زاد باش تكون في البلاد كامله اللي جون نعرف اللي اليوم السينيور نتاعنا ماخذ التصوير الكلي واحنا يلزمنا زاد اليوم نكونوا صوتين الغادي اما ان شاء الله باش يرجعوا زاد اللي جون الناس تجي تفرج في اللي جون بافكتيف كبير ان شاء الله. مستقبل اللي جون في نادي بزارتي كلمه الختام خليها لك سي محمد. لا اكيد اكيد بحول الله عندنا دي نوايو في لي كاتيجوري الكل باهيين. سو كو جو دوموند انا من بلاصتي اللي العوام الجايه لا كونتينيتي في الهيئه نتاع الشبان تكون موجوده في الاطار الفني نتاع الشبان تكون موجود توا الحمد لله توا الافكتيف الموجود عنده خمسه وست سنين واكثر في السي ا بي. الكونتينيتي هذه تعطينا ان نيفو تكنيك الفي تعطينا مستوى كبير لاولادنا. دا
دايور كي راهو اليوم في السنيور نتاعنا المجموعه كبرت 10 و15 الكلهم 94 93 مام 95 بالجارديان بداو يخلطوا. سيكو الجونيور نتاعنا قاعده تعطي في فلاش المستقبل كبير بحول الله حتى في السنيور نتاعنا ان شاء الله. بارك الله فيك، يعطيكم الصحه عليك، يعيشك ربي معكم.